بعد 5 أيام قضاها الأمير فيليب في مستشفى إدوارد السابع في لندن، فهو يغادر المستشفى ويؤكد أنه يتطلع إلى الاحتفال بعيد ميلاده 91 الأحد المقبل. اضطر زوج الملكة إلى عدم المشاركة في اليومين الأخيرين لاحتفالات اليوبيل المسيح بعد نقله إلى المستشفى عقب إصابته بالتهاب المثانة، إصابة جاءته بعد مشاركته بموكب القوارب الذي عبر نهر التيمز، وبدا الأمير في صحة جيدة حينها. ويعتقد أن اضطراره للوقوف لساعات في أحوال جوية باردة وممطرة أدت إلى إصابته بالمرض، ونقل إلى المستشفى وزاره أفراد عائلته رغم استمرار الاحتفالات، وكان أولهم ابنه الأمير إدوارد. اضطرت الملكة إلى الاستمرار في الاحتفالات من دون زوجها، ويقول المقربون منها إنها شعرت بغيابه وأنه كان يتابع هذه الاحتفالات عبر التلفاز. وما إن انتهت الاحتفالات حتى زارته في المستشفى وبدت سعيدة بتحسن حالته الصحية، ورغم أن الأمير سيحتفل بعيد ميلاده يوم الأحد، إلا أنه من غير المتوقع أن يشارك الملكة بما تبقى من الاحتفالات المتعلقة باليوبيل المسيح.